طب هقول ذكرياتك ايه في مدرسة العطارين، وهي المدرسة اللي حضرتك قلت بدأت فيها. هل كان لك ذكريات تفتكرها في ذكريات الفترة كتير دي؟ قوي. بداياتي دي نقش على الحجر، زي التعليم في الصغر كان زي نقش نقش على على الحجر. انا العطارين الابتدائيه بتمثل لي شيء جميل جدا، وبتخليني كل افكاري تنعكس على مجتمعي دلوقتي. يعني انا المدرسه بالنسبه لي كانت كل حياتي. واحنا صغيرين كنا بنروح البيت الساعه 4، يعني بنخرج الصبح وبنرجع الساعه 4، في فتره اكل يعني غدا في المدرسه. جوه المدرسة. جوه المدرسه لنا مطعم كبير، والطلبه تقعد، واكل دسمه واكل الطفل بيتربى. وبعدين كان عندنا حصه الرياضه، دي حصه مقدسه. حصه الدين حصه مقدسه. كان عندنا حصه الزراعه، عندنا حديقه في المدرسه، وعندنا دواجن بندرس الدواجن وبندرس الزراعه كلها، ونزرع بايدينا والمدرس واقف بيعلمنا. وبعدين ندخل حصه اسمها حصه الاشغال، مسكنا المناشير ومسكنا البرجل ومسكنا من غير ما نكون في الهندسه، مسكنا الزاويه ومسكنا وخططنا وعملنا لعب وعملنا اشياء. وبعدين دلوقتي كان في حاجه اسمها الصلصال، زي الطين كده، نكون ولسه موجود. نكون، مش موجود والله بشكل مش واضح، ما ما عادش انا دخلت ما الاهتمام اه ما بيه. عادش الاهتمام بيه وما عادش. وبعدين الحوش كان بالنسبه لنا شيء جميل، استاد لسه المدرسه موجوده يا استاذ؟ موجوده لغايه دلوقتي، بس اما زرتها اخيرا، رحت ليه؟ رحت اخيرا ما لقيتش الحوش. طب رحت ليه؟ ما رحت، ذكرياتي يعني تتبع كنت كده، عاوز تشوفها. عاوز اشوفها، ما لقيتهاش. دخلت جوه المدرسه، هو نفس السور لكن المدرسه من جوه مش هي. الحوش راح، بنوا فيه فصول. المزرعه اللي كنا بنزرع فيها انتهت، بنوا فيها فصول. كل حاجه بقت اسمنت، ما بقاش فيه الفراغات الجميله اللي بتخلي الشاب او الطفل يشعر بانه موجود في معسكر جميل، معسكر علم. دي التربيه بقى، التربيه والتعليم هنا كانت هنا بقى، هنا التربية والتعليم. وكان الفصل، أنا فاكر الأساتذة كان كلهم فيهم 3 4 أجانب، اللي بيدينا إنجليزي أجنبي، اللي بيدينا فرنساوي القسم الفرنساوي أجنبي. المدرس يدخل مانيكان لابس البدلة شيك، نازل من بيته بيلمع، والطربوش أحيانا كان فيهم 3 4 بيلبسوا لسه طربيش، بس خواجات كلهم. ويدخلهم أدب إيه، احترام إيه. 20 طفل قاعدين في الفصل، والفصل كان في العباسية الثانوية كبير، والشبابيك من هنا 5 ومن هنا 5. ايه ده، ايه الصحة دي، وايه الهواء اللي داخل من هنا والهواء اللي داخل من هنا، والنظافة والجمال. معرفش الجيل ده انا لا اتحصر عليه، لا اتحصر عليه، لاني لحقته، ولاني انا استفدت منه وغرفت من كل شيء جميل منه. ولكن أنا تحصري على الحاضر أكاد يكون عندي أمل كبير في أن الحاضر يعني ينظر من نافذة إلى الوراء شوية ويشوف إيه اللي كان، لأن إحنا كل عدد السكان زاد والمساحة مش مهم برضو. أنا في رأيي أن مش كل هو في أخلاقيات ثابت. يعني الأخلاقيات بقى ملهاش دور جامد في المدرسة وفي البيت، يعني معرفش، يعني الطفل أصبح مشوش، والعلم مش مركز، والدروس الخصوصية بوظت الأطفال وبوظت الشباب لغاية الجامعة بياخدوا دروس خصوصية. إحنا كنا بنقعد يعني نطلع من المدرسة كل حاجة في مخنا. كنت تلميذ شاطر أستاذ؟ أعتقد كنت كويس، بس انا كنت اتجاهاتي كلها في بداياتي رياضيه. كنت رياضي؟ كنت بطل مصر في ايه؟ في الجري. جميل. والعاب القوه، لونج جامب وهاي جامب يعني وثري ستيبس. وصلت ان جابني لواء من اسكندريه يجي معايا يبات في اوتيل هنا، واعمل المسابقه في القاهره. كنت انا لوحدي من اسكندريه. ده الكلام ده في ثانوي. ايوه. وخدت بطوله مصر في ال 100 متر. ولغايه ما اتجهت للتمثيل من خلال مدرس في المدرسه.
في المدرسة في الثانوية. مدرسة ثانوية، قال لي تعالى ابني انت كذا تعمل ابو سفيان، شافني كده شبح طاجي يعني مش وشافني. انت اللي حاولت تروح؟ لا انا كنت بعمل حاجات بسيطة اضحك زملائي، نعمل تمثيليات بسيطة كده، نعمل حاجات في سمر في بتاع، الى ان رآني الراجل ده. طب ليش يا محتاج؟ الرياضيين كانوا شكلهم بصدر وبتاع ويمشوا في الحوش متأنزحين، وليه مثل في الملعب ليه صولة وجولة، وعارفين ان ده اللي خد بطولة، وعارفين ان ده اللي بيجري، وعارفين ده بيلعب كورة وده بيلعب جمباز وده، فلنا شنة كده، كان الرياضيين لهم شنة. فما كنتش، كان هو شافني فكان عاوز واحد لدور ابو سفيان كويس. الكافر ده، ابو لهب. ابو لهب. ابو لهب. فخدني وقال لي تلعب، قلت له لا لا انا ما احبش الحاجات دي يعني. قال لي انا شفت اللي انت بتعمله روايه في الفصل لنجيب الريحاني، قلت له لا دي حاجات بنضحك بيها كده، لكن انا لغه عربيه والحاجات اللي الشعر، كان شعر، كان الشاعر اسمه محمد محمود زيتون وكان هو اللي كاتب يعني. فقريت ألح عليا جدا لغاية ما رحت وكنت عاوز أعرف إيه. يعني انت ما لا كنتش عاوز تبذل جهد بقى في الشعر لا ولا في ما اللغة كنتش، العربية ولا لا كان ايه السبب؟ كنت خايف، كنت خايف. لأن ابن خالتي كان معايا وخاف، فخفت زيه وقلت بلاش وبتاع. لما رحنا بقى مسرح ليسيه ودخلت أول يوم عشان أعمل الرواية دي، مولد النبي، أو هي كان لها اسم جميل كده، فعملوا لي مكياج بتاع الراجل ابو لهب ده، دقني لغايه صدري من هنا وشكلي اتغير، وعندي الصوره دي وانا طفل لغايه دلوقتي يعني، عندك وانا صور؟ عندي صوره منها. ف بصيت في المرايه لقيت نفسي راجل كبير قوي زي التاريخ كده، وسمعت تصفيق في كل بيسقفونا كلنا بيشجعونا وبتاع، اعجبت بالحكايه دي دي ومشيت كانت فيها. أول مرة تمثل اول عليها. مره امثل على المسرح في حياتي. اهلا اهلا، خطوه عزيزه جدا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. البيت بيتك وكله من خيرك يا استاذ. اللي فاليني فيك يا استاذ زبال انك مؤدب زياده عن اللزوم. غصب عني يا استاذ، الله يجازيهم اهلي، غلطوا وربوني. الانسان في العصر الحديث مش لازم يبقى مؤدب ومش لازم يبقى مسالم. دي فلسفة الغضب يا استاذ، فلسفة الغضب. الظاهر سيادتك تعبانة شوية، إنما فعلا المفروض الإنسان يكون مؤدب ومسالم في كل عصر. أهلا، اتفضلي اتفضلي استاذ، اتفضلي أهلا وسهلا. خطوة عزيزة جدا، بتنور. أهلا أهلا أستاذ زبال. نعم أستاذ ميسن. أنت اتربيت فين؟ في بيتنا يا فندم. وبيتكم ده يطلع فين؟ بعد كوبري برهب بمحطتين. في ناس كتير زيك كده؟ الناس كتير يا أستاذ ميسن، الناس معادن، والمعادن في بطن الارض اكتر من الزلط، بس اللي يدور اللي يدور. استنى، انا اول مره قابلت البسوسي. ايوه يا فندم. قابلته هنا، كنا على ميعاد. اول ما قابلته تهاني اني عثرت على كنز، كنز كبير. كل في نظر، كل في نظر استماعي، كل في نظر. هو فعلا الاستاذ البسوسي كنز ثمين فعلا. انا قلت انك مؤدب مش اهبل. ما تفرقش كتير يا استنى.